تفسير رؤية الكحل في المنام. يعد الكحل جزء من أدوات التجميل التي تستخدم لتزيين العين، وبذلك فهو من أكثر الرؤى التي تراود الفتيات أثناء النوم. ورؤية الكحل في المنام دليل على الخير والمال الوفير، كما يدل التكحل في المنام على صلاح العمل والقول، كما أن رؤية الفتاة للكحل في المنام دليل على الزواج من شخص صالح يجلب لها الكثير من الخير، والله أعلم. ولهذا فإن رؤية الكحل في الحلم من الرؤى التي تبعث في نفس صاحب الحلم الشعور بالسعادة والبهجة والتفاؤل. لهذا سوف نذكر لكم كل ما ذكره مفسر الأحلام حول تفسير رؤية الكحل في المنام لكل من الرجل والمرأة والفتاة. تفسير رؤية الكحل في منام الفتاة. يذكر مفسر الأحلام أن الكحل في الغالب ما يحمل معاني إيجابية لدى الفتاة، فقد يشير إلى اقتراب الارتباط أو الخطوبة أو الزواج لهذه البنت في الفترة القريبة القادمة. ويدل الكحل أيضا في حلم الفتاة التي تعاني من مشاكل وهموم وأحزان في الوقت الحالي يدل على اقتراب الخروج من هذه الأزمات والتخلص منها في القريب العاجل. وقد يكون الكحل في منام الفتاة من العلامات التي تشير إلى تحقيق الأهداف والطموحات والأحلام التي تسعى لها هذه الفتاة. تفسير رؤية الكحل في منام المرأة المتزوجة. لو رأت المرأة المتزوجة أن الزوج يعطي لها الكحل في المنام، فإن ذلك يدل على قوة المحبة التي يحملها هذا الزوج تجاه زوجته. وقد يكون الكحل في منام المتزوجة التي تعاني من أمراض في الوقت الحالي هو بشرى لها باضطراب الشفاء بأمر الله تعالى. ورؤية الكحل في المكحلة للمتزوجة يشير ذلك إلى أن هذه السيدة تتصف بالحكمة والذكاء الذي يساعدها على تخطي المشاكل والعقبات في حياتها. تفسير رؤية الكحل في منام المرأة الحامل. يؤكد مفسر الأحلام أن الحامل التي ترى الكحل في المنام بأنها سوف تلد بنت، وسوف تكون هذه الطفلة جميلة جدا إن شاء الله. والبعض الآخر من مفسر الأحلام يرى أن الكحل في حلم الحامل من العلامات التي تبشر بالسلامة في الحمل لدى هذه السيدة سواء لها أو للجنين. أما لو رأت أنها تضع الكحل للمولودة في الحلم فيدل ذلك على أنها سوف تلد في الأيام القادمة، وخاصة أن الكثير من الناس يفضل وضع الكحل للمولود. تفسير رؤية الكحل في منام المرأة المطلقة. يعد الكحل في منام المرأة المطلقة من الرموز التي ترمز إلى تخطيها أزمتها النفسية التي تسبب فيها الطلاق، كما أن شراء الكحل في حلم المرأة المطلقة يدل على حدوث الكثير من التغيرات الإيجابية في حياة هذه السيدة الفترة القادمة. كما أن المرأة المطلقة التي تضع الكحل في المنام فإنها تتميز بالأخلاق الحميدة الحسنة والسمعة الطيبة. تفسير رؤية الكحل في منام الرجل. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الكحل لما فيه من فوائد، ولهذا فإن الرجل الذي يضع الكحل في الحلم فإنه يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بشكل عام. كما أن شراء الكحل من الرجل إلى زوجته في الحلم قد يبشره باقتراب حمل هذه الزوجة. ويقال أيضا أن الكحل في حلم الرجل من العلامات التي تشير إلى كثرة المال والحصول على الرزق الحلال إن شاء الله. تفسيرات أخرى حول تفسير رؤية الكحل في المنام. يقول علماء النفس أن الكحل في الحلم من العلامات التي تدل على الشفاء من الأمراض، كما يدل الكحل في الحلم أيضا على تحقيق الأمان والغايات التي يسعى لها صاحب الحلم.
ولأن الكحل رمز من رموز التزيين والتجميل، فإنه يدل على حسن السيرة الطيبة ومحبة الناس لصاحب الحلم بسبب الصفات الحميدة التي يتحلى بها. كما يشير الكحل أيضا في الحلم إلى العقل الواعي الرشيد الذي يتمتع بها صاحب الحلم. كما يشير الكحل أيضا إلى التخلص من الأمراض والأوجاع التي يعاني منها صاحب الحلم. كما أن هناك اتجاه آخر من فقهاء الأحلام أن رؤية الكحل في منام الشخص يدل على كثرة الصعوبات والمشاكل التي يمر بها ويرغب في التخلص منها بأمر الله، وربما يدل كحل العين على الرزق والخير الوفير إن شاء الله.